إلى الغرب من مدينة تعز وعلى بعد 3 كيلومترات يقع وادي الضباب، قبلة الباحثين عن جمال الطبيعة وهدوئها. الوادي الذي يصنف كأشهر الأودية اليمنية وأكثرها جمالاً واخضراراً يمثل متنفساً للأهالي في تعز، يقصدونه للتنزه والاسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي يحويها. تعتبر المنطقة الوحيدة اللي هي متنزه لتعز، لأن جميع الطرق مغلقة والحدائق مغلقة، ولكن هنا المكان وسيع، الأرض خضراء الحمد لله، الأهالي طيبين، والناس كلهم هنا كذا، كل واحد يوانس الثاني، ما فيش خوف ما فيش قلق. عشرات الأسر تتوافد إلى وادي الضباب يوميا لقضاء أوقات ممتعة تحت أشجاره الوارفة المنتشرة على طول الوادي وعلى ضفاف أنهاره الصغيرة وشلالاته، للاستمتاع بلحظات هادئة بين أحضان الطبيعة تنسيهم ولو جزءا من مرارة الواقع الذي يعيشونه في ظل الحرب المستمرة والحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي منذ ما يربو عن العامين. تقصد الكثير من الأسر في مدينة تعز وادي الضباب للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة بعيدا عن آلام الحرب ومعاناتها في ظل حصار الميليشيا لمدينة تعز وانعدام المتنزهات والحدائق فيها. نحن هنا نجي نلعب احنا والأطفال، لأن الحدائق مغلقة والدنيا خضراء وحلوة، وإحنا نلعب احنا والأطفال، ونيجي وأسرتي دائما لهنا نجلس هنا. وقد سمي الوادي بسلة تعز الغذائية نظرا لتنوع المحاصيل الزراعية فيه، كما تغنى فنانون وشعراء يمنيون في ملاحمهم الغنائية بوادي الضباب لجمال الخضرة التي تكتسيه طوال العام والمياه النقية التي تنساب في ينابيعه وعذوبة مناخه، لتشكل جميعها لوحة فنية غاية في الروعة والجمال. وكانت الميليشيا الإنقلابية قد سيطرت عليه عند دخولها للمدينة وحرمت السكان منه لأكثر من عام قبل أن تتمكن قوات الشرعية من كسر الحصار عن المدينة من الجهة الغربية واستعادته من الميليشيا لتدب الحياة إليه مجدداً. جمال الطبيعة الذي يتمتع به وادي الضباب جعل منه وجهة سياحية يأمها الأهالي مع أطفالهم لتنفس الصعداء بعد أن أصبح هذا المكان ملجأهم ومتنفسهم الوحيد. أفق الحاج، أورينت نيوز، تعز.